بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أولياء أمور الصف السادس الابتدائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة هنشرح الدرس الأول أنواع الروافع من الوحدة الأولى القوى والحركة من منهج العلوم للصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد والضغط على زر الاعجاب الدرس الأول أنواع الروافع هل تعتبر الروافع من الآلات المعقدة أم البسيطة اخترع الإنسان قديما العديد من الآلات البسيطة لتساعده على أداء المهام الشاقة بسهولة ويسر يبقى الإنسان قديما اخترع آلات بسيطة تساعد على أداء المهام الشاقة بسهولة ويسر تعتبر الروافع أولى الآلات البسيطة التي اخترعها الإنسان في الماضي يبقى الروافع أولى الآلات البسيطة التي اخترعها الإنسان في الماضي تم وصف الروافع لأول مرة عام 206 قبل الميلاد بواسطة العالم اليوناني أرشميدس يبقى تم وصف الروافع لأول مرة عام 206 قبل الميلاد بواسطة العالم اليوناني أرشميدس الآلة وسيلة يستخدمها الإنسان في أداء عمله لتوفير الجهد ومن أمثلتها الروافع يبقى الآلة تعريف الآلة وسيلة بيستخدمها الإنسان في أداء عمله توفير الجهد وسيلة يستخدمها الإنسان في أداء عمله لتوفير جودة تعريف الآلة والروافع نوع من انواع الآلات يبقي يقولك من أمثلة الآلات الروافع يبقى الروافع تعتبر إيه؟ تعتبر آلة أو مثال للآلة تدريب اكتشف معنى الرافع هنا يقول لاحظ صور الآلات البسيطة التالية فهنا عندنا أول صورة معانا صورة أرجوحة صورة ماسك الحلوى العتلة فتاحة مياه غازية كسارة البندق كسارة بندق شاكوش عربة الحديقة ومكنسة اليدوية يبقى من الصور السابقة نلاحظ إن هذه الآلات اللي هي بين قوسين روافع يبقى الآلات دي كلها إيه روافع الأرجوحة مثال للروافع مسكة الحلوى العتلة فتحت مياه الغازية كلها مثال للروافع بتشترك في أن أول حاجة عندنا بيتكون من ساق متينة تتكون من ساق متينة مستقيمة أو منحنية فعندك أنت هنا كسرت البندق الساق هنا إيه منحنية لكي تتمكن من كسر حبة البندق وممكن هنا في الشاكوش. آه الساق المتينه هنا مستقيمه في العتله الساق المتينه مستقيمه يبقى عندك انت ساق آه الروافع تتكون من ساق متينه مستقيمه او منحنيه يبقى اول حاجه في الرافعه انها تتكون من ساق متينه مستقيمه او منحنيه الحاجه الثانيه وجود قوه مقاومه تتولد من الجسم المراد تحريكه يبقى الجسم اللي ان انت عايز تحركه ده بتتولد فيه قوه مقاومة وجود مقاومة يبقى في مقاومة متولدة من الجسم المراد تحريكه فهنا عندنا الشاكوش هنا الجزء اللي لما على مسمار منه فيتولد إيه؟ مقاومة من المسمار عند استخدام الشاكوش في الدق على المسمار هنا برضو حبات البندق بيتولد فيها مقاومة رفع الأشياء هنا بالعتلة الأشياء برضو بيتولد فيها قوه مقاومه يبقى وجود مقاومه تتولد في الجسم المراد تحريكه وجود قوه يؤثر بها الشخص على الاله لتحريك الجسم يبقى هنا في قوه بتاثر بها انت عند استخدام الاله لتحريك الجسم يبقى وجود قوه يؤثر بها الشخص على الاله لتحريك الجسم يبقى انت عند تستخدم كسرت البندق لابد من قوه تؤثر بها على كسرت البندق لكي تتمكن من كسر كسرت لكي تتمكن من كسر حبه البندق برضه هنا في عربه الحديقه لابد من وجود قوه لتحريك لتحريك عربه الحديقه يبقى هنا الحاجه الثالثه وجود وجود قوه يؤثر بها الشخص على الاله تحريك الجسم الحاجه الرابعه وجود نقطه ثابته ترتكز عليها الساق تسمى ايه نقطه الارتكاز او محور الارتكاز يبقى لابد من وجود نقطه ثابته ترتكز عليها الساق تسمى نقطه الارتكاز او محور الارتكاز زي ما احنا شايفين كده عند تحريك هذا الجسم بواسطه العتله هنا القوه الجسم ده هي نقطه الارتكاز يبقى لابد من وجود نقطه الارتكاز يرتكز عليها الساق تسمى نقطة الارتكاز او محور الارتكاز. يبقى نقطة ثابتة ترتكز عليها الساق تسمى نقطة الارتكاز او محور الارتكاز. زي ما احنا شايفين في الرسم التوضيحي هنا المقاومة ونرمز لها بالرمز ميم. آه القوة ونرمز لها بالرمز قاف. نقطة الارتكاز ونرمز لها بالرمز نون. فهنا عندنا تعريف الرافعة. الرافعة تعريفها ساق متينة. تتحرك حول نقطة ثابتة تسمى نقطة الارتكاز وتؤثر عليها قوة ومقاومة بتعريف المقاومة ساق متينة بتتحرك حول نقطة ثابتة تسمى نقطة الارتكاز وتؤثر عليها قوة ومقاومة طب ايه تعريف نقطة الارتكاز نقطة ثابتة ترتكز عليها ساق متينة اللي هي الرافعة يبقى نقطة الارتكاز نقطة ثابتة بترتكز عليها الساق المتينة واللي هي بين قوسين تسمى الرافعة. أهمية الروافع؟ الروافع بتجعل أداء المهام أكثر سهولة بقيامها بواحدة أو أكثر من الوظائف التالية. يبقى الروافع بتجعل أداء المهام إيه؟ المهام بتجعل أدائها أكثر سهولة. قيامها بواحدة أو أكثر من وظيفة التالية، أول حاجة الروافع بتكبر القوة يبقى تكبير القوة تكبير إيه؟ تكبير القوة تتيح بعض الروافع توفير الجهد المبذول عن طريق استخدام قوة صغيرة لتحريك جسم كبير يبقى تكبير القوة يعني لك إن بعض الروافع تتيح. توفير الجهد المبذول عن طريق استخدام قوة صغيرة لتحريك جسم كبير، مديك مثال العتلة يبقى بنستخدم العتلة في رفع الأشياء الثقيلة، يبقى العتلة تساعد في رفع الأشياء الصقيلة. يبقى إيه تكبير القوة بعض الروافع توفر الجهد المبذول عن طريق استخدام قوة صغيرة لتحريك جسم كبير. طب تاني حاجة تكبير المسافة تكبير المسافة بيقول لك بعض الروافع تتيح بذل قوة خلال مسافة صغيرة لتتحرك ذراع المقاومة مسافة كبيرة يبقى بعض الروافع بتعمل ايه بتتيح بذل قوة خلال مسافة صغيرة لتتحرك ذراع المقاومة مسافة كبيرة مثال لها ايه المكنسة اليدوية مثال لها المكنسة اليدوية ثالث حاجة من أهمية الروافع قال لك نقل القوة من مكان لآخر نقل القوة من مكان لآخر فهنا يقول لنا بدلا من أن ينحني الشخص لجمع القمامة فإنه يستخدم المكنسة اليدوية لنقل قوة يديه لأسفل يبقى نقل القوة من مكان لآخر يبقى بدل ما احنا ننحني الشخص لجمع القمامة يستخدم المكنسة اليدوية لنقل قوة يديه لأسفل فهنا مثال لديها المكنسة اليدوية برضو الحاجة الرابعة من أهمية الروافع زيادة السرعة تتيح بعض الروافع زيادة سرعة الأجسام التي تؤثر عليها يبقى بعض الروافع تتيح زيادة سرعة الأجسام التي تؤثر عليها مثال للكلام ده مضرب الهوكي الحاجة الخامسة هيقول لك الدقة في أداء الأعمال الدقة في أداء العمل الدقة في أداء العمل فبعض الروافع بيستخدم لالتقاط الأجسام الصغيرة جداً مثال لذلك في الذي يستخدم في صيانة الساعة الملقاط الذي يستخدم في صيانة الساعة يبقى بعض الروافع بيستخدم لالتقاط الأجسام الصغيرة جداً. الحاجة السادسة يقول لك تجنب المخاطر تجنب ايه؟ تجنب المخاطر مثل ايه؟ الحرارة والبرودة والمواد السامة فمثال الكلام ده ماسك الفحم يبقى انت لما تيجي تمسك الفحم بتمسكه عن طريق ماسك الفحم كده انت تتجنب الحرارة انك تمسك الفحم بيدك ولما يجي تمسك برضه مكعب الثلج بتمسكه برضه بماسك مكعب الثلج. فكده إنت بتتجنب البرودة. بعد كده هنشوف مع بعض أنواع الروافع. تنقسم الروافع إلى ثلاث أنواع حسب موضع كلًا من القوة والمقاومة بالنسبة لنقطة الارتكاز. يبقى القوة والمقاومة بالنسبة لنقطة الارتكاز بتنقسم الروافع إلى ثلاث أنواع. أول حاجة عندنا أنواع الروافع في روافع من النوع الأول روافع من النوع الأول نقطة الارتكاز بين مين بين القوة والمقاومة بين نقطة الارتكاز نون بين القوة والمقاومة دي روافع من النوع الأول روافع من النوع الثاني آه المقاومة بين القوة ونقطة الارتكاز المقاومة تقع بين القوة ونقطة الارتكاز في روافع من النوع الثالث القوة تقع بين نقطة الارتكاز والمقاومة القوة تقع بين نقطة الارتكاز والمقاومة هناخدهم أول حاجة روافع النوع الأول تعتبر روافع النوع الأول أكثر أنواع الروافع شيوعا واستخداما في حياتنا اليومية يبقى النوع الأول أكثر أنواع الروافع شيوعا واستخداما في حياتنا اليومية فهنا عندنا أدي روافع النوع الأول القوة المقاومة بينهم نقطة ارتكاز تقع نقطة الارتكاز بين القوة والمقاومة فهنا هيقول لك في الشكل السابق نلاحظ أن نقطة الارتكاز تقع بين مين؟ بين القوة والمقاومة فهنا تعريف روافع النوع الأول بيقول لك روافع تقع فيها نقطة الارتكاز بين القوة والمقاومة. يبقى يقول لك عرف الروافع النوع الأول تقول له روافع تقع فيها نقطة الارتكاز بين القوة والمقاومة. يجيك سؤال علل يقول لك الشاكوش رافعة من النوع الأول علل تقول لأن نقطة الارتكاز تقع بين القوة والمقاومة. لان نقطه الارتكاز تقع بين مين ومين بين القوه والمقاومه طب هنا في ملحوظه يقول لك ان في الهيكل العظمي للانسان يعتبر الراس والرقبه رافعه من النوع الاول علل تقول له ايه لان نقطه الارتكاز تقع بين القوه والمقاومه لان نقطه الارتكاز تقع بين القوه والمقاومه وزي ما احنا شايفين هنا الجمجمه تمثل المقاومه والرقبة تمثل القوة وهنا يمثل نقطة ارتكاز نقطة اتصال الجمجمة بعظمة العنق تمثل نقطة الارتكاز هناخد مع بعض أمثلة على روافع النوع الأول أول مثال لنا مجداف المركب بمجداف المركب ده أمثلة من الروافع من النوع الأول الأرجوحة برضو مثال للروافع من النوع الأول المقص مشبك الغسيل عندنا هنا قصافة الأظافر قصافة الأظافر الميزان المعتاد الكماشة العتلة ده كلها أمثلة على الروافع النوع الأول بسؤال اختبر نفسك يوجد في هيكل العظم الإنسان العديد من الروافع تعتبر ذراع الإنسان من أمثلتها وضح نوع الرافعه في حاله ذراع الانسان يبقى هنا ذراع الانسان في الصوره قدامنا دي رافعه من النوع الاول ليه لان نقطه الارتكاز تقع بين القوه والمقاومه نقطه الارتكاز تقع بين القوه والمقاومه يبقى هنا نوع الرافعه في ذراع الانسان رافعه من النوع الاول بعد كده هنشوف مع بعض روافع النوع الثاني في رافعة النوع الثاني هنا المقاومة تقع بين القوة ونقطة الارتكاز يبقى المقاومة تقع بين القوة ونقطة الارتكاز فهنا يقول لك في الشكل السابق نلاحظ أن المقاومة تقع بين القوة ونقطة الارتكاز طب تعريف روافع النوع الثاني فتقول له روافع النوع الثاني تقع فيها المقاومة بين القوة ونقطة الارتكاز المقاومة تقع بين مين ومين؟ بين القوة ونقطة الارتكاز. طب أمثلة على روافع النوع الثاني قال لك قصارة البندق، يبقى البندق روافع من النوع الثاني، عربة الحديقة روافع من النوع الثاني، فتحت المياه الغازية روافع من النوع الثاني. فهنا عندنا في قصارة البندق الجزء ده يمثل نقطة الارتكاز وهنا المقاومة. وهنا يمثل القوة بالنسبة للعربة هنا القوة اللي ماسك يد الإنسان اللي ماسك العربة ده يمثل القوة الثقل اللي في العربة ده يمثل المقاومة وهنا العجلة بتاعت العربة تمثل نقطة الارتكاز يبقى تقع نقطة تقع المقاومة بين قوة ونقطة الارتكاز ده رافع من النوع الثاني يبقى روافع النوع الثاني روافع تقع فيها المقاومة بين القوة ونقطة الارتكاز مثال لها قلنا احنا كسرت البندق عربة الحديقة فتحت المياه الغازية وعصارة الليمون طب هنا يجيك سؤال علل كسارة البندق رافعة من النوع الثاني تقول لأن المقاومة تقع بين القوة ونقطة الارتكاز لان المقاومه تقع بين القوه ونقطه الارتكاز في ملحوظه هنا يقول لك في الهيكل العظمي للانسان تعتبر الساق والقدم رافعه من النوع الثاني يبقى الهيكل العظمي للانسان تعتبر الساق والقدم رافعه من النوع الثاني بعد كده هناخد روافع النوع الثالث روافع النوع الثالث في روافع النوع الثالث عندنا ال... القوة تقع بين المقاومة ونقطة الارتكاز القوة تقع بين أي... المقاومة ونقطة الارتكاز في الشكل السابق نلاحظ ان القوة تقع بين المقاومة ونقطة الارتكاز فعندنا روافع النوع الثالث تعرفها روافع تقع فيها القوة بين المقاومة ونقطة الارتكاز يبقى روافع النوع الثالث روافع تقع فيها القوة بين المقاومة ونقطة الارتكاز طب أمثلة على روافع النوع الثالث قال لك ماسك الفحم ماسك الحلوى المكنسة اليدوية صنارة السمك الملقاط الدباسة مضرب لعبة الهوكي ماسك الثلج ده كل أمثلة من على دي كل امثله على روافع النوع الثالث فيجيك سؤال يقول لك علل المكنسه اليدويه رافعه من النوع الثالث فتقول له الاجابه لان القوه تقع بين المقاومه ونقطه الارتكاز لان القوه تقع بين المقاومه ونقطه الارتكاز هنيجي نشوف مع بعض تحديد نوع الرافعه ازاي نحدد نوع الرافعه هل هي من النوع الاول ولا من النوع الثاني ولا من النوع الثالث؟ هنا يقول لك لكي تتعرف نوع الرافعة اول حاجة يقول لك تخيل الطريقة اللي تعمل بها الرافعة يبقى الطريقة اللي بتعمل بها الرافعة تاني حاجة بنحدد موضع كل من القوة والمقاومة ونقطة الارتكاز اثناء الاستخدام يبقى نحدد موضع كل من القوة والمقاومة ونقطة الارتكاز اثناء الاستخدام بعد كده بنعمل ايه بنحدد نوع الرافعه بمعرفه اي منها في الوسط بنحدد نوع الرافعه بمعرفه اي منها في الوسط كما في الجدول فقال لك هنا عندنا نوع الرافعه النوع الاول اللي في الوسط بيكون ايه نقطه الارتكاز النوع الثاني اللي في الوسط بيكون المقاومه النوع الثالث اللي في الوسط بتكون القوه نيجي نشوف مع بعض مقارنه بين انواع الروافع اول حاجه عندنا روافع النوع الاول روافع النوع الثاني روافع النوع الثالث اول حاجه من حيث التعريف روافع النوع الاول تقول روافع تقع فيها نقطه ارتكاز بين القوه والمقاومه مثال لها ايه المقص الارجوحه الكماشه وطلمبه المياه طب بالنسبه لروافع النوع الثاني تعرفها ايه روافع تقع فيها المقاومه بين القوه ونقطه الارتكاز يبقى المقاومه هي اللي في المنتصف بين القوه وبين نقطه الارتكاز مثال لها ايه عربه الحديقه كساره البندق وفتحت المياه الغازيه طب روافع النوع الثالث روافع تقع فيها القوه بين المقاومه ونقطه الارتكاز يبقى في رافع النوع الثالث هنا القوه هي اللي في المنتصف طيب مثال لها ايه الملقاط ومضرب الهوكي والمكنسه اليدويه وصناره السمك فهنا يقول لك هل تعلم يوجد نوع من دباسه الورق تقع فيها المقاومه بين القوه ونقطه الارتكاز ويعتبر رافع من النوع الثاني في نوع من انواع دباسه الورق بتقع فيها المقاومة بتقع فيها بين القوة ونقطة الارتكاز ويعتبر رافعة من النوع الثاني. زي ما احنا شايفين هنا القوة وهنا المقاومة ودي نقطة الارتكاز. وبكده يكون وصلنا معاكم لنهاية الدرس النهاردة أرجو يكون استفدتم معنا إن شاء الله مكملين معاكم في شرح مادة العلوم. الدرس القادم سوف نشرح قانون الروافع. وما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد والضغط على زر الاعجاب والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته